نأتي بمثال، اسمع، يأتي معتزلي فيحاجج من؟ يحاجج أشعري، وما تريدي؟ هذا المعتزلي يسأل الأشعري ماذا تثبت وماذا تنفي من أسماء الله وصفاته؟ يقول أنا أثبت الأسماء كلها وأثبت سبعا من الصفات. ما هي هذه الصفات؟ نعم، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. تثبتها، يسأله تثبتها على ما يليق بالله أم كما أنها للمخلوقين؟ يقول لا، أثبت هذه الصفات كما يليق بالله عز وجل. يقول وبقية الصفات؟ يقول لا أثبتها. يقول لا، لماذا؟ يقول إذا أثبت بقية الصفات كالتعجب والنزول آخر الليل وضحك الله عز وجل أكون شبهته بالمخلوقين. يقول له المعتزلي يحاججه، يقول إما أن تثبت الصفات كلها وإما أن تنفيها. لماذا أثبتت هذه السبع ولم تشبه الخالق بالمخلوق، وإذا أثبتت البقية شبهت الخالق بالمخلوق؟ إما أن تثبت الصفات كلها تكون من أهل السنة، وإما أن تنفي الصفات كلها فتكون ماذا؟ تكون معتزليا مثلي، فقط أثبت ماذا؟ نعم، أثبت الأسماء ولا أثبت الصفات. يحاججه، يأتي من هناك جهمي، يقول أنت المعتزلي ماذا تثبت وماذا تنفي؟ يقول أثبت الأسماء بلا معنى ولا أثبت شيئا من الصفات. يقول لك كيف تثبت هذه الأسماء؟ أما تخشى أن تقع في التشبيه؟ أليس الإنسان كذلك له مثل هذه الأسماء والرب له مثل هذه الأسماء؟ أما تخشى الوقوع في التشبيه؟ فإما أن تنفي الأسماء كلها والصفات كلها فتكون جهميا مثلي، وإما أن تثبتها كلها وتكون فردا من أهل السنة. يقيم عليه حجة، أليس كذلك؟ الآن من المرتاح؟ الجهمي. يأتي من هناك فرد من الفلاسفة يقول أنت أيها الجهمي ماذا تثبت وماذا تنفي؟ يقول أنفيها كلها، لا أثبت لا أسماء ولا صفات. يقول له اتق الله يا رجل، أنت شبهت الرب جل وعلا بالمعدوم، المعدوم لا أسماء له ولا صفات. يقول لا، أخبرني ما المخرج، ماذا أفعل؟ يقول له افعل مثلي. كيف؟ أثبت ولا أثبت، أنفي ولا أنفي، كيف؟ تقول أنه جل وعلا حي لا ميت، قادر لا عاجز، سميع غير سميع، بصير غير بصير. يسمعهم فرد من أهل السنة يقول كيف هذا؟ اتق الله يا فأنت يا من تقول أنا من الفلاسفة، أنت وصفت الله عز وجل بالممتنع، من هو ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا داخل ولا أمام ولا خلف ولا حي ولا ميت، هذا ممتنع، لا يوجد شيء بهذا الوصف. كلهم يسألون السني أخبرنا أنت ماذا نفعل بالإثبات وماذا نفعل في النفي؟ يقول افعلوا ما يقول الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبتون وعند الإثبات تتجنبون التشبيه والتمثيل، وعندما تنفون عن الله ما لا يليق به تتجنبون التعطيل. ليس كمثله شيء كما قال عز وجل ثم أثبت وهو السميع البصير. تثبتون هكذا وتنفون هكذا، فيقيم عليهم الحجة جميعا. هذا مثال بسيط لفهم أحوال هذه الطوائف المنحرفة الضالة المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.